نتكلم على حاجة اسمها instance and class variable. وعايز اوضح شوية حاجات كده، انك ممكن برضو تقابل الكلام ده. ممكن واحد يقول لك ايه، دي برضو من الكلمات السليمة المية مية يعني، مش فيها عيوب يعني، نيجي يقول لك class variable، يبقى يقصد ايه؟ يبقى يقصد فيلد. كلاس فاريبل يعني ايه؟ يقصد فيلد. دي كلمه صحيحه يعني. ممكن برضو يقول لك ايه، انستنس فاريبل برضو بيساوي فيلد. قال لك انستنس فاريبل الاول. كمان كمان بقول لكم الكلام ده، انت ممكن تكون بتبحث على الانترنت عن حل للمشكله، او يطلع لك رساله خطا يقول لك الانستنس فاريبل فيه كذا كذا، ما تعرفش يعني ايه انستنس فاريبل، او ما تعرفش يعني ايه كلاس فاريبل، بس هو عارف فيلد او العكس. فبنحاول نفرد كل الكلمات او الاسماء الايه، الاسماء الصحيحه يعني. طيب كلام جميل. طيب في حاجه تانية برضو عايزين نقولها، بس خد بالك منها، في بيبقى في بعض الاوقات المسميات دي ليها خصوصيه. يعني ايه ليها خصوصيه؟ يعني لما اكون بتكلم مع واحد دقيق شويه يقول لك كلاس فاريبل، يبقى ممكن يكون بيقصد حاجه ثانيه. احنا عارفين الستاتيك صح؟ لما يبقى فاريبل فيلد يعني، واخد كلمه ستاتيك ساعات بنحب نطلق عليه كلاس فاريبل. ليه كلاس فاريبل؟ ساعات بنسميه كده كلاس فاريبل او شيرد variable او static field. خلاص بقى static field بقى مباشر. ايه بقى فكره الستاتيك هنا لما نستخدمها مع، احنا عرفنا الستاتيك في الميثود، بقدر ارسم اسم الكلاس ضد اسم الايه، ضد اسم الحاجه بيجيبه لو انتوا ذاكرتوا يعني. اما هنا الفاريبل اللي بديله ستاتيك معناه ان هو شيرد. يعني ايه شيرد؟ ايه مشترك؟ يعني مشترك مش اللي انت بتحط فيه الفيشه حاجه كده، مشترك يعني اكتر من كلاس يقدر يتعامل مع نفس الفاريبل ده، اكتر من كلاس يقدر يسمع في نفس الفاريبل ده، اكتر من كلاس يقدر يشتغل على نفس فاريبل، فاريبل يتعرف في حته واحده بس كل الكلاس تقدر ايه تتعامل معاه وتاثر فيه. هتكلم عليه بس بعدين مش دلوقتي، بس انا حبيت يعني بما اننا بنسمي المسميات فبالمره ايه نعرفه. في حاجه ثانيه برضو مهمه اسمها الديفولت انيشاليزيشن. الديفولت ايه؟ الديفولت انيشاليزيشن ايه مشكله الديفولت انيشاليزيشن؟ ساعات اقوم جاي اقوم عامل كده، سيبك من ده كله، سيبنا من ده خالص مش فارق معانا، احنا هنروح هنا كده. مثلا انا دلوقتي جيت قمت معرف بوليان، عارفين البوليان صح؟ وريزلت سميته كده. سيبك من بقى من الايه، من كل الحاجات الصعبه اللي احنا عاملينها دي، احنا عايزين نخفف كل الكلام ده، احنا كل عاملين ندي امثله وما بنمسحش. امسح 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 خالص. عرفت متغير ايه؟ رس. قلت له اطبع. هو طبعا طلع لي ايرور. طلع ايرور ليه؟ الجهاز هنج. قال لي انت مش عامل انيشاليز للايه؟ للفاريبل صح؟ مش مهم. طيب هقول لك على حاجه ثانيه احسن. وادي كمان مثلا، معلش انا عايز اوصل لمعلومه معينه، ده بيساوي فولس. احنا عارفين البولين ده بيشيل يا فولس يا ترو يا ايه؟ يا فولس صح؟ قمت جاي هنا عامل كمان واحد بوليان وسميته ريزلت، وده بيساوي ريزلت 1
مش عايز اعمله initialization. اور مش عارف هيقبلها ولا لا. ريزلت 2 مرضاش يقبلها. طيب ايوه ايوه بس هو ده اللي انا اصلا عايز اقوله، هو ده اللي انا عايز اشرحه اصلا، ان هو المفترض ان ريزلت 1 ده انا ما حملتوش بقيمه، هو مش عارف يعمل اي حاجه صح؟ مش عارف يستخدمه ولا عارف يطبعه ولا عارف اي حاجه، بس انا كنت اقصد اقول هل هو في الذاكره دلوقتي ليه قيمه ولا ملوش قيمه؟ لا هو ليه قيمه، هو ده اللي انا عايز اوصل له. ليه حاجه ليه قيمه ديفولت انيشاليزيشن، يعني ريس 1 ده دلوقتي قيمته فولس. انا بقول لك الكلام ده لان في لغات تانية ما فيهاش موضوع الديفولت انيشاليزيشن ده، يعني ما فيهاش قيمه افتراضيه او قيمه مبدئيه، خليها قيمه مبدئيه احسن. قيمه ديفولت انيشاليزيشن يعني قيمه مبدئيه، فانت مثلا بتعرف المتغير في الجافا بيبقى ليه قيم مبدئيه، يبقى ليه قيمه ايه مبدئيه خلاص. عندك مثلا في السي، سي مثلا سي بلس بلس، لا يقول لك ايه رقم الله اعلم، ما اعرفش هيبقى فيه ايه، ممكن ينتش اي حاجه كده من الذاكره ويحط اي حاجه، لكن لا في الجافا ليها قيم محدده، يعني مثلا اي متغير بوليان فولس باي ديفولت، فولس باي ديفولت ايه قيمته فولس. طيب اي متغير بايت الرقمي شورت انت لونج كل دول مالهم ارقام صحيحه، البايت والشورت والانت والايه كلهم كلهم الارقام الكبيره كده كلها الارقام الصحيحه كلهم الديفولت بتاعهم كام؟ زيرو زيرو، كلهم بيبداوا بالزيرو، كلهم بيبداوا بالايه؟ بالزيرو. لو انت حتى ما حددتش حاجه لسه بيبقى دايما كنت في الذاكره بالايه؟ بالزيرو. طب الفلوت والدبل دول الاثنين بتوع مين؟ الكسر صح؟ الارقام الكسريه او العشريه دول بيبداوا الديفولت بتاعهم بايه؟ بزيرو 0.0 خلاص. طيب عندنا حاجة جميلة جدا اسمها تشار، هي بتشيل حاجة ايه؟ حرف واحد تبع الاسكي كود. هتبقى شايلة ايه؟ هتبقى شايلة نل. نل فاضيه نل الزيرو ده قيمة. لا قيمة الزيرو ده قيمة. الزيرو قيمة والفاضي قيمة بس علبة فاضي. ده الفاضي فيها هواء. ده الفاضي ده فاضي ده مش النل. يعني مثلا ايه بنطلونك في جيب؟ في جيب في فلوس؟ لا لا والله العظيم. يبقى ايه؟ ما تقولش نل فاضي خلاص. لكن فين الجيب بتاع البنطلون؟ اذا إيه نسوا يعملوه. يبقى كده نل. خدت بالك؟ لا وجود بس هو المفروض ان في جيب، او زي اللي طالع كده تلاقي جيب كده متخيط كده بس هو ما تعرفش دخل فيه ايدك، يعني هو بس منظر يعني، يبقى اسم بس ومكانه محجوز لكن ما فيش. فهمت حاجه؟ هقولها تاني. جيبك جيب البنطلون معمول كده ومتخيط كده وشكل وتيجي لكن هو مش شغال، مفيش اصلا جيب، هو بس منظر. اه كده ده اسمه نل. ليه؟ لانه موجود، يعني موجود كاسما لكن فعلا ما هوش موجود ولا في قيمه ولا فاضي ولا اي حاجه خالص. لكن جيب موجود وفاضي، جيب موجود بس فاضي، ما يبقاش نل بقى. ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش نل عليه فاضي. ليه كده كل الموضوع ده؟ عشان اميز ما بين شيء اسم ولم يوجد في الذاكره، ام اسم ووجد في الذاكره وله محتوى. فرق كتير جدا بالنسبه لنا هنا بقى. هل هو مسمى ولسه ملوش خليه في الذاكره، لسه ما اتحطش في حاجه خالص، ولا هو اسم وموجود وليه مكان في الذاكره وكل حاجه تمام؟ ده نقول عليه فاضي.
لكن اسم بس لكن لسه ما اتخذلوش مكان في الذاكره بقى ايه نل. يعني شال نل مش رغم مش شغل حاجه في الذاكره اه غير موجود لسه لم يشير لسه الحاجه في الذاكره. طيب دي كلمه نل دي معنى كلمه نل مش تشار خلاص. طيب حاجه تانية كل الباقي بقى اللي احنا بنسميهم الريف رانس او الاوبجكت ريفرنس خدناه قبل كده اللي هو منهم مين كلهم بيبداوا بالحرف الكابيتال اول حرف كابيتال زي السترنج زي الديت زي كل الحاجات دي كل الحاجات دي تمن نال اي حاجه بره الايه لكن دي انواع الاساسيه الجافا بتعمل لها انيشاليزيشن. الجافا بتعمل لها ايه انيشاليزيشن زي مين احنا اخر واحد عندنا البوليان بيديله دايما ايه الديفولت فولس الديفولت شغاله معانا بايه فولس. طيب كلام جميل عملنا الديفولت. طيب احنا كنا اتكلمنا برضو على حاجه ومحتاجه مننا شويه تفصيل شويه او توضيح شويتين اللي هو الفاريبل سكوب. الفاريبل سكوب بما ان احنا عارفين يعني ايه ميثود يعني الحاجات دي فاحنا محتاجين نبص بصايه على فكره الفاريبل ايه سكوب. فلو انا جيت كده احاول اخف بس الدنيا عشان المثال يبقى ايه سهل وبسيط وبدون مشاكل يعني ايه اللي عملته ده انا عكيت الدنيا على الاخر ماشي مش مشكله. طبعا في هنا قوس زياده وقوس مش عارف ايه لازم تاخد بالك تبقى عينيك مركزه في الحاجات دي قوي. لو انا او احنا ممكن نكون قلناها بكذا مثال يعني او وضحناها انا يمكن هناخد الامثله دي بغرض ان احنا نبدا نحتك شويه بشويه جمل تاني يعني هو الغرض في الاساس انا كده كده مثال احنا غطيت جزء السكوب يعني حتى الامثله مش هتفرق كتير بس انا بتكلم على السكوب وفي نفس الوقت بحاول اغطي شويه جمل جديده عشان تفتح لنا الباب لما نيجي نخش في الستيتمنتس ما تبقاش الدنيا كلها صعبه يعني. فيجي يقول لي اعمل بابليك فويد ميثود اسمها eat eat يعني if hungry يعني ايه الكلام ده حد يرد علي. تاخد متغير بوليان hungry طيب وبتاخد منك ايه بوليان اللي هو hungry جعان ياخد ترو هياخد ايه فولس لكن نظام الزياده والكلام ده ما ينفعش والكماله وكلام لا خلاص يا هانجري اه يا لا. فجينا في الميثود قايل لك ايه هو جاي كده قال اف هانجري يعني ايه اف هانجري في زياده لا اف هانجري معناها اف هانجري ايكوال ترو اكن قلت اف هانجري ايكوال ايه اكني عملت كده اكني قلت اف هانجري ايكوال ترو. واحنا قلنا من زمان في ايكوال اللي هي الاساينمنت وفي ايكوال اللي هي ايه مقارنه. هنا دي ما احنا عارفين ايكوال العاديه اللي احنا خدناها كانت بتاخد ايه بتاخد اللي على اليمين وتحطه في اللي على لكن دي ايكوال ايكوال معناها ايه كومباريزن كومباريزن يعني مقارنه فيقارن هل الهانجري بتساوي ترو بقى السؤال كده مش بيحط ترو جوه الهانجري لا هي بتساوي ترو ولا دي معنى كلمه ايه الايكواليتي دي. لكن انا طالما ما بسالش على الترو دايما في اي اف ما بسالش ما بقولش بتساوي ترو يبقى انا بقصد الترو دي برضو من الحاجات الديفولت في الديفولت كونديشن. لو انا ما حددتش انا بسال على انا ممكن اقول له كده وارد حد زعل من حاجه صح برضو عادي اقول له اف ان الهانجري بتساوي فولس اعمل كذا. لكن لو انا لم احدد باي ديفولت الاف بتتشيك على الترو الا لو انت حددت حاجه غير كده يبقى باي ديفولت الاف بتشيك على مين على الترو. الترو خلاص ماشي.
لو اف هانجري وطلعت صح اعمل لي اي ان تي، اعمل لي عرف لي بيتس اوف تشيز يعني ايه، هات قطعة الجبنة ديت قطعة واحد. حلو كده؟ حد زعلان؟ حد عنده مشكلة؟ مش مشكلة خالص، عارف متغير عادي جدا وعايز اعمل. طيب عايز اطبعه، ينفع اطبعه هنا؟ هقوم جاي كده قايل له سيستم دوت اوت دوت ويعني لسه ما جدبش كل اللي احنا قلناه ولا يبارك لك. قمت قال له ايه؟ اطبع لي عدد الايه؟ ماشي نزودها قطع الجبنه دي. عمل ايه؟ ايرور. واي؟ لان ايه؟ عشان اقواس البلوك. طيب توديني نشيل اقواس البلوك دي كده. برضه طلع لي صح؟ خد بالك من حاجه، جمله الاف لو ما حطيتلهاش اقواس البلوك اللي احنا شلناهم دول هتعمل ايه؟ ليها ليها خصوصيه شويه، لو ما حطيتش اقواس البلوك اقواس البلوك هتبقى موجوده بس انت مش شايف، موجودة على أول جملة بس، على أول إيه؟ أول جملة بس، فأكنك بالظبط عملتهم موجودين. طيب حلو، لما أنا عملت كده لاحظت حاجة، قلت له إيه؟ قال لاحظت إن البرنامج بيساعدني ويطلع لي إيرور على دي بس. قال لي ما خد بالك برضه، إحنا قلنا لو الأقواس مش موجودة فالجافا بتفهم أوتوماتيك إنك تقصد تحط الأقواس بس على أول إيه؟ أمر بس، صح كده؟ فلما شلت الاقواس الجافا فهمت اللي انا قلت لك ده فطلعت ايرور. ليه؟ قالت لك انت عرفت فاريبل في سطر واستحاله تشوفه بره خالص، بره السكوب ده وهو سطر مفيش غيره ومتعرف فيه. لما كنت حاطط الاقواس كانت الجافا سايباك ليه؟ بتقول هو راجل حاطط بلوك قد يكتب اسطر، ممكن يكتب ايه؟ مفتوح على نفسك انك تقدر تكتب ايه؟ مش امر واحد، لا تكتب اوامر، فممكن تيجي بعد امر ما هنا تعمل برنتايه هنا. هيقول لك لا، مش هيقول لك لا، هتقدر تستغل الفاريبل اللي انت عرفته يا اخي، هتقدر تستغل الفاريبل اللي انت ايه عرفته. لكن لو شلت الاقواس فانت قفلت الطريق على مين؟ على نفسك، لان كده انت معناه ان انت عرفت في السطر ده وعمرك ما تعرف تستخدم السطر ده، لان ده بلوك مقفول على نفسه اوتوماتيك اصلا من اللغه، بلوك في سطر واحد مقفول على نفسه وخلاص وانتهى، فعمرك ما تعرف تستخدمه. فلو جيت بصيت كده على الايرور، طب ما تيجي نقرا الايرور، انا بحب اقرا الايرور. بيقول لي الفاريبل ده كان نوت بي ريزولفد تو ايه؟ تو افاليبل. انا مش ينفع اعمله كمتغير. ليه؟ خلاص ما اعمله متغير ليه؟ متغير عمره ما هيستخدم. افتح حاجه في الذاكره مش هستدعيها ولا هشوفها ولا هعمل فيها اي حاجه. طب ليه العذاب ده؟ خلاص خدت بالكم من القضيه؟ ما حدش بيرد عليا يبقى خدنا بالنا من القضيه. كلام جميل. والامر هنا ضرب ليه؟ لان هي متعرفه جوه السكوب. لكن لو انا اخدت الامر ده يبقى كده نقول له ايه؟ ممكن احط كده عليه خطين كده واقول ده ايه؟ ده يطلع. لكن لو انا اخدت الامر ده وحطيته جوه هنا واقدر استدعيه من المين؟ اقدر استدعيه من المين صح؟ اقول اكزامبلز، اعرف الاول اوبجكت واقول اي اكس بتساوي نيو ها؟ اكزامبلز، لازم اعرف منه اوبجكت. واي ليه ما نادتش عليه مباشره؟ اه اصل دي ستاتيك ودي مش ايه؟ هتبقى عامله لي مشكله، لازم اعرف اوبجكت من الكلاس. واقدر اقول له اي اكس دوت ايت اف ايه؟ اف هانجل، وطلع لي على طول قال لي فولس ولا ترو؟ ترو ايه؟ فول مره فولس ومره بايه؟ فول بترو. ماشي مره فولس مره ترو، يبقى ايه اللي هيحصل؟ اما تبعت له فولس مش هيخش هنا ومش هيطبع اي حاجه ومش هيحس باي حاجه. لما تبعت له ترو هيطبع بس كلمه ايه؟ عددهم ايه؟ خد لك حته واحده بس، اوعى تمد ايدك اكتر من كده، فيطبع لك واحد مره واحده بس مش اكتر من مره واحده. كلام جميل. طيب
يبقى عرفنا الفكرة دي ما فيهاش مشكلة. بس الكلام مش عاجبنا ليه؟ عشان هي جبنة. قلت له ماشي اعمل له ميثود تانية public void اسمها eat more. دي معنى ايه بالعربي؟ معنى ايه بالعربي؟ جعان. ماشي طيب قلت له ماشي عايز تاكل زيادة ماشي وانت عامل له كده فوليان هانجل. خدوا بالكم من حاجه انا قلتش اديكم ولا مره حاجه تحلوها لغايه دلوقتي. دلوقتي بقى في جمل في دلوقتي اللوجيك بدا يخش اف ان هو جاب فاهمين باخد بالكم. قلت له بوليان هانجري ولو اي نتي اماونت اوف فود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في كده عندي ميثود جديده public void eat more بتبعت لها انت جعان ولا لا و الكميه من الاكل اللي انت ايه عايزها الكميه من الاكل اللي انت عايزها. قلت له كلام جميل كلام جميل ماشي لو جعان ايه يبقى اف ان هو هانجري في قوس سوري if no hungry لو الراجل جعان عرفت متغير اسمه بول متغير بوليان سميته time to eat. يعني time to eat وقت الاكل وديت وقت الاكل ده كلمه ايه true. حد زعلان كده حاجه حد يرد عليا؟ طيب كلام جميل ده الراجل دوت ايه وقت الاكل اترو. طيب عايز بقى ايه اشوف عايز ازود له وازود له الكميه عنده وانقص الكميه من البيت. عايز فاهم حاجه؟ ايه بخساره ولكن مثلا عندنا مثلا فرختين في البيت فرختين ماشي والله بطلع كل ورك اطلعه وبرقص ورك تتهرج تتقطع خلاص لما باجي اتفعص. لا لا ماشي ايه ايوه انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز كل شويه ايه اخد له بالقطعتين مثلا وليكن انا بفكر كده انا عايز احط نفسي في كيس انا بفكر فيها وعايز اجد اليها حل. فعايز اقول مثلا عايز اخرج كل ما يحتاج او مثلا الراجل قد يكون بعت اماونت اوف فود يقول لك انا عايز 15 قطعه مثلا فانا اطلع له بالايه؟ وليكن بطلع بالقطعتين او بالقطعه عادي براحتي بس انا اقول بالقطعتين عشان اخليك الموضوع مختلف. فاعمل ايه بقى؟ اقول له خلاص ماشي ادي له قطعتين نقص من عندي وزود له في اللي هو يلا كده وصل للي هو عايزه. لا لسه لف كمان اخد مره كمان يبقى كمان ادوه مثلا وليكن بيض مثلا عندي مثلا 10 بيضات هو مثلا هو طالب 6 فانا ما اعرفش هو طالب كام انا ما اعرفش هو طالب عدد هو بيبعته لي اهو اماونت اوف فود فانا عايز اقول له طلعه بيضتين مثلا كده خلاص كده كده كمله يقول لك لا لسه هو عايز اكتر فهو مزود كمان ولسه هو عايز اكتر هو عايز كمان هو عايز اكتر عايز اكتر عايز اكتر لغايه ما يكون الايه العدد اللي هو ايه العدد اللي هو طالبه. طبعا هو في ممكن اكتر من طريقه يعني حد كده عنده فكره يقدر يقترح علينا طريقه حاول تساعدكم بس انا عايزكم تفكروا. المثال ده مش بقول عشان حاجه انا بقول عشان الناس تحاول بس تشغل مخها شويه ازاي يتحط في حاجه عايز يحلها. اولا لازم احط مثلا انت مثلا فوق كده مثلا ايه الروم فود مثلا او الحجره او العدد بتاعه قلت له مثلا عندي 10 كده مثلا ماشي دول 10 بتوع البيت عايز والراجل جعان عايز اشوف وعايز كم قطعه ونقص من اللي في البيت لغايه لما ادي له كل اللي هو ايه كله عايزه بس بشرط هزود لكم شرط صغير بس عشان كده تبقى سهله قوي شرط صغير جدا
انا بطلع اقل حاجه بقطعتين، ما بطلعش بقطعه واحده. كويس كويس، ممكن تطلع قطعه زياده. ان انت فين مطرح الواقف دلوقتي؟ انا هكتب وراك يا جوهر، حد ماليش دعوه، الناس اللي بتتفرج على الفيديو برده ماليش دعوه، خلاص. انت افتح قوس. ايه انت افتح قوس دي؟ ده انا عمري ما عملتها في البرمجه دي. انت من اولها ايه انت افتح قوس؟ ماشي. وانا عندي 10 كل مره ياخد 2 وانت ماشي اللي عايز يبقى ايه خش خد 2 وصل انه عايز يبقى ايه خش لحد ما وصل الاخيره يرجع تاني يطلب مره ثانيه. بفكروا فيه، انا بقول لكم عايز اوصل للاخر. البيت بقى فيه كام قطعه؟ فكر الصوت انتوا كاتبينه ده الوقت ده كده، انا ماشي معاكم. قولوا بس اقوله تاني اللي انتوا بتقولوه دوت كده، انتوا بتحاولوا تحلوا، ما تزعلوش مني في المفهوم، بتحاولوا تحلوا لكن ما بتفكروش في الحل. يعني ايه؟ انت مستعجل انك تحل لكن ما بحاولش افكر منطقي. بمعنى زي المثال اللي قلت لكم من شويه، قلت لكم انا دلوقتي بقول لك اعمل لي مثال يشوف انا هاخد بحب كام معلقه سكر، قمت قايل لك حل لي المشكله دي، فرجع لي ماشي منطقي، هتقول لي الكوبايه اهي حط في معلقه سكر واقول لك دوق مظبوط او مسكر زي ما انت تحب مظبوط، قلت لك لا يا اه لا لا، يبقى تحط ايه؟ معلقه سكر كده اتنين وتعد وتدوق مظبوط، لا تعد ثالثه مظبوط، افترضنا قلت لك مظبوط هترجع تحط سكر؟ خلاص الموضوع انتهى، صح كده؟ وانا بعمل ايه هنا؟ بعمل اتريشن، يعني تلاحظوا حط سكر دوق نتيجتك ايه؟ يا صح يا لا، حط سكر دوق نتيجتك ايه؟ حط سكر دوق نتيجتك ايه؟ واخدين بالكم؟ التلات اوامر دول كل واحده فيهم واخد لها اتريشن. اتريشن يعني ايه؟ لفه، يعني عدي كده الثلاث خطوات، حط سكر دوق يا اه يا لا، اه خلاص سكتنا، لا برجع اعمل نفس اللفه تاني، واخدين بالكم؟ وعيدها هي هي تاني لغايه لما تجيب لي نتيجه اه انا خلصت. في الحاله دي عامل ايه؟ ما لفش تاني خلاص، ما تجيبش بقى اقول بقى اه حط سكر دوق ده كده بقى حافظ مش فاهم صح ولا لا؟ او هتجيب له سكر. فهمنا الفكره؟ ناس دي اسمها ايه؟ اسمها ايه في البرمجه؟ اسمها لوبينج. اسمها ايه؟ لوبينج، يعني عايز اعمل عمليات كذا مره، اللي هي اول حاجه عايز اعمل اللي احنا قلناه من شويه اللي هو ايه؟ اللي هو القرار، اكمل ولا لا، اكمل ولا لا، فهمتوا دي؟ ده القرار. هعمل ايه؟ هم عامل بوليان وسميته اكتمل ولا لا، سميته اكتمل، وده من طبيعي انا عارف ان جواها ايه، جواها فولس، عامل جواها ايه؟ فولس. عايز تشيد تاكد اكد براحتك، بس جواها فولس. وجيت هنا قلت له بص هو عامل ايه؟ قايل له الروم فود بتساوي الروم فود ناقص 2، مش مشكله بس خد بالك انا هفصل الامر ده لان هغير لكم فكركم خالص. وقوم جاي قايل ايه؟ الاماونت انا محتاج، انا اديتك 2، انا خلاص انا الاماونت اوف فود دي مثلا شايله 6، شايله ايه؟ 6 وليكن، او شايله 7، فانا عايز اعمل ايه؟ نقصت من عند 2 وعايز اديك ايه؟ اديك ايه؟ 2.
احطهم لك فين؟ فعدت على جنب. فعرفت مثلا من فوق كده هذا اي ان تي وسميتها مثلا ايه؟ ايتن تاكلت، اعتبرك ان انت اكلتها يعني. وحطيت جواها كام؟ تبدا بكام؟ اول مره تبدا دايما بايه؟ بزيرو لسه. واجي هنا ومعامل ايه؟ ايتن هي هي بس زود لي عليه ايه؟ 2. يبقى كده زودت له في اللي هو هياكله، اللي هو هياكله سميته ايتن. دي مجموعه اللي هو هياكله. بتبدا اولا تبدا لسه من زيرو، وكل مره هزود له على اللي هو هياكله 2 واخد من الايه؟ من المخزن 2. واسال نفس السؤال اللي عايز اقوم عليه القرار، ايه هو؟ هل خلاص كده اكتفى ولا لسه؟ ويرد عليا يقول لي يا اكتفى يا ما اكتفاش. ما اكتفاش يبقى عايز اعيد كل الشور ده تاني. وجاي هنا قال له جدا. طيب اف ان اللي هو بعته له، يعني اللي هو الايتن اللي هو هياكله او اللي حسبته له في اللي هو هياكله، كان اكبر من او يساوي الاماونت اوف فود. ليه قلت اكبر من؟ طب يساوي معروفه. طب ليه اكبر من او يساوي؟ عشان لو انا مثلا ايه جيت انتوا بتديله كده بقى 6، طب هو الراجل عايز 7، لو اطلع بقى حتتين فهم مديله كام؟ 2. انا ماشي بالاثنين فيطلعوا كام؟ 8. فهنا هيجي يقول له هل 7 بتساوي 8؟ هيقول لك لا. هتقول له اديله تاني؟ لا، طول ما هي اكبر او بيساوي اللي هو عايزه خلاص كده ايه؟ المفروض موضوعي ايه؟ انت يبقى ايه في ان الايتم طلعت اكبر من او تساوي ديت؟ يبقى في الحاله دي يحصل ايه؟ يبقى هقول له ساعتها كومبليتد. يا راجل عيب عليك. يبقى كومبليتد تبقى ايه ساعتها؟ ترو. خلاص كمل كده، اكتمل يا باشا كده، لوز كده كفايه. طيب طب ما كانتش ترو، ما كانت، ما هو عمره ما هيخش في كومبليتد ترو دي الا لما يبقى دوت اكتر من ايه؟ طب تعالى نقول كده ان احنا افترضنا ان الاماونت اوف فود اللي جاي لنا كام؟ 7. فدخلنا هنا كده قلنا اهو الروم اوف فود بتساوي الروم اوف فود ناقص 2. طب انا كان عندي كام؟ 10، ناقص منهم 2 بقوا صح معايا 8، ناقص 2 من 10 يبقوا 8. جيت هنا قمت قايل لك الايتن بزيرو، ايتن زائد 2 بقت ايه؟ بقى كده حاطط له في القفص بتاعه 2، الطبق بتاعه 2. قلت لك هل الاثنين اكبر من او تساوي 7؟ لا. طيب ها اعمل ايه؟ لا اكمل ايه؟ ده انا عايز اعيد ده كله تاني. ولا حتى لو عملت كده انا عايز اعيد دول، عارف عايز اعمل ايه؟ بص معايا، عايز اقول له بقى الروم فود بتساوي الروم فود ونقص كمان 2. فبدل 8 نقص منها 2 تبقى 6 حتت صح؟ 6. وبعدين اقول له واللي بياكله زود عليه 2، يبقى كده اديته كمان 2 بقى عنده 4. وبعدين اسال نفسي هل الأربعة، هل الأربعة أكبر من أو تساوي ها؟ 7. هيقول لي إيه؟ لأ لسه برضه. أقول له خلاص يبقى لازم أعيد ده كله تاني. عربية. وما يقول له طب تعالى خليك ماشي معايا. الروم بتساوي الروم ناقص 2، طب هما كانوا 6 ناقص 2 بقوا 4. تعالى نقول الإيتن بتساوي إيتن زائد 2، طب هو كان 4 زائد على 2 بقوا 6. وتعالى هنا هل الستة أكبر من أو تساوي 7؟ لأ. عايز اعد ده تاني، وما قال الروم بتساوي الروم فود ناقص 2، يبقى كده بقى عندي كام؟ بقى عندي 2، كان 4 بقوا 2. وجينا الايتن بتساوي ايتن زائد 2، طب هم كانوا كام؟ كانوا 6، زود 2 بقوا 8. فيقوم جاي هنا قال اف ان الايتن اكبر من او تساوي الاماونت اوف فود، 8 اكبر من او تساوي 7؟ 8 اكبر من او تساوي 7، يبقى في حاجه هيخلي كومبليتد ايه؟ عايز بقى لما يبقى في كومبليت ترو ما يرجعش تاني. ده اسمه اللوبينج. اسمه ايه؟ اللوب. في ابسط جمله هناخدها دلوقتي عشان وقتنا خلاص خلص من بدري، اقول وايل يعني لف لو. وايل عندنا في البرمجه معناها ايه؟ لف لو كومبليتد فولس من اول هنا
طول ما لسه ما هواش وصل لكمبليتد. يعني ايه كومبليتد فولس؟ يعني راجل ما اكتفاش. طول ما راجل ما اكتفاش خش هنا نقص من من المخزن وزود اللي هو هياكله واسال ها وصل للكميه؟ قال لي ايه؟ لا يعني ما دخلش هنا بك ما حطيتش على الاف انا البلوك. وطالما ما حطيتش يبقى هو اكنه حطهم خلاص على الايه على كلمه كومبليتد ترو خلاص حطهم. طب افترضنا انت حطيتهم يعني انت لقيت بايديكم تعمل كده هيقولك لا عشان نفس الشغل. بس لو انت كتبتهمش هو فهم على طول ان هي دي عادي. يوم جاي هنا يوم طالع فوق كومبليتد فولس اه فولس يخش ما يلف الاول كومبليتد فولس لف طول ما كومبليتد ايه فولس فيما نقص من هنا ومزود هنا ويسأل هنا لا يوم راجع هنا اه لسه فولس يوم نقص من هنا ومزود هنا وبعد كده قال لك مش عارف انا ايه الحكايه دي وقام جاي هنا قال لك هاي كومبليتد ترو قال له ترو يجي نوت يقول لك هاي كومبليتد فولس يقول له لا يقول له وقف خلاص فطالما وقف خلاص هيقوم عامل له ايه يقول له خلاص اطبع اطبع لي المخزن المخزن فيه كام هو بيطبع لي مين كلمه ستور بتساوي دي كل ما بنضرب كل شيء يبقى يطبعها زي ما هي هيطبعها ايه زي ما هي وجنبيها هيطبع لي مين الروم فود صح صح كده انا غلطان حاج برد عليا يبقى صح وبعدين ايه هطبع له ايه الايتن اللي هو اللي انا بعتهم له اللي انا ايه يعني الاكل اللي انا وديته له كم واحد عشان انا عارف ما ممكن يكون طالب سبع سيرب وديت له كام وديت له 8 حد يقول طريقه اكون وديت له ايه 8 صح طيب كان جميل دي الجمله اللي احنا عملناها شفت البرنامج بقى كتر فكر بس بحاجات بسيطه جدا بس ممكن تكتر منك على فكره ممكن اختصر الكود ده بس مش وقته يعني ممكن نختصر اختصارات جامده بس مش وقته احنا بنحاول نمشي بالطرق اللي هي ايه مش المهم انك تختصر الكود لكن المهم انك تحاول تفكر ازاي. وعلى فكره انا ما شرحتش النهارده إيه رغم ان استخدمت اف واستخدمت وايل وحاجات مهمه لكن دول ليهم وقتهم هشرحهم بالتفصيل اكتر من كده بس انا حبيت ادي نبذه عشان اعرف بعد كده ابدا اشتغل على الايه على الناس ازاي تفكر يعني. فانا كل اللي هعمله ان انا هاجي هنا بدل ما كنت بنادي على ايت هانجري هنادي على اي اكس دوت ايه من المين بقى. اقول عايز انادي على مين؟ ايت ايه؟ مور. قال انت هانجري؟ قلت له امال عايز تاكل قد ايه؟ قلت له احنا اتفقنا على كام؟ سبعه على سبع قطع صح؟ عشان يبعت لي كام؟ 8 وجيت كده من رن قلت له ايه؟ قال لي في المخزن كام؟ طلعت لك كام؟ صح ولا مش صح؟ زي ما احنا حسبناه باللوجيك بتاعنا ولا لا؟ محدش بيرد عليا يبقى اه زي ما احنا حسبناه باللوجيك بتاعنا.